النسخة 26 من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب تجمع أسماء ومجلدات متنوعة وغنية بالآداب والعلوم من شتى أقطار العالم، يقدمها أكثر من 600 كاتب وعشرين رساما. مقارنة بالنسخة الماضية توسعت مساحة المعرض بنسبة 10% ليضم 1260 ناشر من 63 دولة. وبجانب دور النشر المشاركة، يتضمن المعرض أيضا أكثر من 500 فعالية ثقافية، ومنها ما يسلط الضوء على حياة وسيرة الفيلسوف والعالم العربي الشهير ابن رشد. طبعا معرض الكتاب في أروقته مجموعة من الفعاليات الكثيرة، بداية في البرنامج الثقافي الذي يضم المحاضرات والأمسيات الشعرية وحفلات توقيع الكتاب، بالإضافة إلى ما يميز معرض أبو ظبي الدولي للكتاب البرنامج المهني الذي أطلق ذلك التسابق لمجموعة من الفعاليات التي تنهض بصناعة النشر في الوطن العربي. إيطاليا هي ضيف شرف هذه النسخة، والتي عرضت في جناحها برنامجا ثقافيا كاملا بجانب عرضها كتبا ومخطوطات تعود للقرون الوسطى. مشاركتنا في المعرض ووجود الجناح الإيطالي هنا هي محط تشجيع من حكومتنا. حاولنا تقديم أفضل نتاج فكري لكتابنا في مختلف المجالات، إلى منشورات التصاميم، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالسياحة في إيطاليا التي تحظى بإعجاب الإماراتيين. نحن نرغب بزيادة حجم التبادل حتى على المستوى الثقافي والتجاري أيضا، ونسعى إلى تنظيم معارض فنية مشتركة. ويعد المعرض منصة ثقافية وفرصة لتبادل الأفكار وإنتاج المعرفة، وفرصة للتبادل التجاري واستثمار العقول بين الزائرين والناشرين. الجهات المشاركة هي أغلبها جهات حكومية ومراكز دولية لدينا تهتم بالكتاب، جامعات 25 جهة مشاركة ما بين الجامعات السعودية، مجمع الملك فهد للمصحف الشريف طباعته، مركز اللغة العربية الملك عبد الله، عدد من المراكز والدور المشاركة، بالإضافة لدينا المختصر الثقافي. مختصر الثقافي هذا العام برنامج جديد توقيع، يعتبر منصة توقيع لجميع الكتاب السعوديين. وبعد مرور أكثر من عقدين يواصل معرض أبو ظبي الدولي للكتاب نجاحاته التي يتوجها بضم عدد غير مسبوق من دور النشر تحت سقف واحد.